انا عايز اكون مش بس نبراس لامتي وكده. انا لما اتكلمت على الهويتين انا ناشئ في دوله معينه وحاسس ان متربي فيها 20 سنه ولا 15، انا يعني هويتي فيها، لكن جذوري فين؟ مكان والبلد. لازم نعمل حاجه. طب ما تيجي نطلع بره، سواء اي مسمى، اي مسمى واي بلد، مش هسمي بلاد، ونيجي نقول انا 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 الاسلام امي وابي، انا عايز اكون واحد من اللي بيعز الاسلام. انتوا عارفين اللي بيعز الدين مكانته ايه يوم القيامه؟ تدعى كل امه بامامهم، يقتدوا كل امه لها امام معين. يقول لك الامام ده النبي، يعني احنا طبعا النبي عليه السلام كان، قال لك لا، اللي بيعمل خلق او سلوك او قيمه ويبقى هو فيها نمبر 1، مش نمبر 1 اللي هو الاغنيه بس، يبقى هو فيها رقم 1، يبقى هو فيها الليبرو. انا اللي عمل ياتي يوم القيامه بتاج عليه ياقوته يهتدي اليه كل الناس اللي لهم نفس الصفه والقيمه اللي هو غرسها. احنا عايزين نبقى كده، صفين ملائكه ييجوا يستقبلوك، هو ده الباقي. وكونوا فاكرين الحياه والهيصه الميديا اللي احنا فيها، والجاي دلوقتي يقول لك احنا هنعيش في عالم افتراضي خلاص، مش هيبقى فيسبوك، هيبقى ميتا بقى، ونلبس نظارات ونعيش في واقع كله 3D ولا 7D، حاجه كارثه والله. طب اقلع النظاره يا عم وشوف الواقع اللي انت فيه، والرمله اللي انت دايس عليها، والطين اللي انت هتبقى فيه. لكن الناس في دماغها مهما كان وصل من تطور ولا من حياه، انت لازم يبقى لك بصمه، لازم. ولو سبت نفسك كده ريشة، عارفين الريشة في مهب الريح؟ أنا ريشة، من ما توديني هنا رايح؟ والله قالوا الشغلانات دي اللي حلوة الأيام دي، ماشي الترجمان، ماشي مش عارفة السمسة، أي حاجة بقى زي الدنيا ما تمشيني.